انت اللي مسؤول عن نجاحك، فإياك تضيع وقتك. كل يوم في فرصة جديدة تلحق فيها اللي ضاع منك. خليك فاكر اللي اليوم اللي بيروح استحالة يرجع، لكن خلي عندك إصرار وعزيمة، وفي كل صبح في أمل جديد بيتبني جوانا. أحلامنا دايما بتتجدد مع أول إشراق الشمس، فلازم الواحد يقوم ويكمل حلمه اللي مستنيه. مفيش حد مننا ما عندوش حلم، لكن إمتى أبدأ؟ هل لنا أخر وقتي؟ لكن ما ننساش بعض الأمور، اللي إحنا نواظب على بعض الأمور وبعض الحاجات في يومنا، اللي إحنا ننظم مثلا وقتنا، إدارة الوقت. لو إحنا عايزين أي حاجة في حياتنا تضبط معانا صح، لازم أضبط وقتي. اللي أنا أتعلم وأطور من نفسي، التطوير الذاتي، ما ينفعش اللي أنا أثبت على حاجة واحدة، لازم يكون في حياتنا جانب التطوير الذاتي، الاهتمام بالمهارات، أعززها، علشان ده هيخلي عندي ثقة بنفسي أكتر. أنام بدري وأصحى بدري، لأن ده الحل لوقتك الضايع، مش قادر ولا عارف تنجز فيه أي حاجة. وحاجة مهمة جدا جدا، أصاحب الناس الإيجابية والناجحة. أيوة بالظبط زي ما بقول كده، لأن دول الأشخاص فعلا اللي هيغيروا تفكيرك، وهتبقى في يوم أكيد زيهم. ومهما وقعت ومهما فشلت، قوم تاني وحاول، وخلي عندك إصرار وعزيمة، ودايما اتوكل على ربنا، وإن شاء الله هتنجح.